بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنفهم اللي قلناه نظريا في الفيديو الأول، عشان بإذن الله نكون متأسسين صح قبل ما ندخل نكتب أي كود ونكون على نور. هتقولي طبعا على نور ولا على سيد؟ هقولك بلاش قلش، عشان محتاجك تركز دلوقتي تماما عشان هعملك اختبار. مش احنا قلنا ان الاوبجكت بتاعنا فيه بروبرتيز وفيه ميثودز، وخدنا مثال على العربية وقلنا ان العربية البروبرتيز بتاعتها اللي هو اللون بتاعها، الموديل بتاعها، السعر بتاعها، وقلنا ان الميثودز بتاعتها او الاكشنز العربية بتقوم بيها ان هي بتمشي وبتقف وبتزمر والكلام ده كله، صح؟ صح. طب لو جيت قلت لك ان الويندو اللي احنا فاتحينها دي عباره عن اوبجكت، وجيت حبيت ان انا اختبرك، هقول لك على شويه حاجات وتقول لي الحاجات دي عباره عن بروبرتيز ولا ميثودز عشان اقدر اخليك تفرق بينهم. طيب جميل جدا. لو جيت قلت لك الهوست نيم اللي هو اسم الدومين اللي فوق ده عباره عن ايه؟ لو جيت قلت لك الهايت بتاع الصفحه دي اللي احنا فيها، الويندو، النافذه اللي احنا فاتحينها، لو جيت قلت لك الويدث بتاعها، لو جيت قلت لك لما ادوس كليك يمين هنا واعمل ريلود عشان اعمل اعاده تحميل للصفحه، الاربع حاجات دول يصنفوا كايه؟ فكر كده شويه ووقف الفيديو، بعد كده تعالى عشان نتناقش ونقعد قعده عرب. اول حاجه محتاج اوريها لك ان دايما البروبرتيز عباره عن معلومات بتتقدم لك مش اكشن بتحصل. معلومات زي ايه؟ زي مثلا الهوست نيم، الصفحه اللي انت فاتحها دلوقتي الويندو فيها موقع انت فاتحه، الموقع ده او الدومين ده اسمه الهوست نيم. البروتوكول اللي انت بتدخل بيه على الانترنت، هل هو HTTPS مؤمن زي ده كده ولا HTTP بس مثلا، ده اسمه بروتوكول. الويدث بتاع الصفحه، الهايت بتاع الصفحه، كل دي معلومات، كل دي بروبرتيز. طب فين بقى حضرتك الميثود؟ دي اسمها ميثود اكشن بتحصل. ريلود ده بيعيد تحميل الصفحه، دي كده اسمها ميثود. حلو جدا، المثال ده جميل وربنا يكرمك وانا مبسوط منك وشايف الابتسامه على وشك دلوقتي، بس هل المثال ده حقيقي؟ المثال اللي انا قلته لك ده حقيقي 100% وبيعمل نفس اللي انا قلته ده بالظبط. تعالوا مع بعض نفتح الكونسول عشان نغوص فيه شويه. تعالوا نفتح الويندو اوبجكت اللي احنا فيها دلوقتي. الويندو ده يا جماعه عباره عن اوبجكت، تقدر تكتب this او تقدر تكتب ويندو، الاثنين هيدوا لك نفس النتيجه. الويندو اللي انا فتحته ده يا جماعه اوبجكت، مليان بروبرتيز ومليان ميثودز. لو جيت فتحته هنا هتلاقي ان ممكن، يعني ما شاء الله لو جهازك تعبان شويه ممكن يهنج من كتر الحاجات الموجوده فيه. طيب جميل جدا، ازاي ادخل على بروبرتي او ميثود موجوده جوه الاوبجكت بتاعي؟ عن طريق حاجه اسمها الدوت نوتيشن او السكوير براكت. لو جيت كتبت ويندو دوت وبعدين اكتب اسم البروبرتي او الميثود هنا، الطريقه اللي انا بقولها لك دي اوعى تفتكر ان ده شرح، ده انا هنا بدردش معاك، احنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل الفظيع مش الممل. هنا هتقول له ويندو دوت واسم البروبرتي بتاعتك اللي هي مثلا لوكيشن. بص جايبه لي ايه لوكيشن، قبل ما ادوس عليها تحت جايب لي لوكيشن الاتش ريف او الهايبر تكست ريفرنس والكلام ده كله. تقدر برضو ان انت تخش على البروبرتي بطريقه السكوير براكت بالشكل ده، ان انت تكتب برضو لوكيشن، برضو جاب لك نفس الموضوع زي ما انت شايف. حلو قوي. طب اللوكيشن ده عباره عن ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف. ادي اللوكيشن، او تعالوا نعمل تجربه حلوه الاول قبل الكلام ده كله. لو جيت قلت له تايب اوف في الجافا سكريبت وعايز اقول له نوع الويندو ايه، بصوا يا جماعه الويندو عباره عن اوبجكت. حلو جدا. طيب لو جيت قلت له ويندو دوت لوكيشن، هل ينفع اقول له كده؟ بص ويندو ده اوبجكت جواه اوبجكت تاني اسمه لوكيشن، ده انت ممكن يكون عندك اوبجكت جواه اوبجكت جواه اوبجكت. طبعا الويندو اوبجكت ده مليان بلاوي، اللوكيشن ده لوحده اوبجكت مليان بروبرتيز وميثود. هتقول لي انا مش مصدقك، هقول لك يا عم صدقني خد مني بس انا مش هضحك عليك. تعالوا مع بعض بقى ندخل على الويندو. جوه الويندو في اوبجكت اسمه لوكيشن، ندخل على الاوبجكت ده. ادي الاوبجكت بتاعنا يا جماعه، جواه نفس اللي احنا قلناه، جواه بروبرتيز وجواه كمان ميثودز. البروبرتيز زي ايه؟ ادي الهوست نيم اهو اللي احنا كنا بنقول عليه لو تفتكروا، وادي البروتوكول HTTPS ولا HTTP، وادي الريلود اللي احنا دوسنا كليك يمين وعملناها. هتقولي طب ندخل على الكلام ده ازاي؟ هتقول له ويندو دوت لوكيشن، مظبوط كده؟ دوت هوست نيم، دخلنا على الهوست نيم اهو جبناه. طب ممكن اقول له ويندو دوت لوكيشن مثلا دوت بروتوكول، عايز اشوف البروتوكول HTTPS. طب انا عايز اعمل ريلود بقى للصفحه، مش انت دلوقتي دخلت على بروبرتي من البروبرتيز الخاصه باللوكيشن اللي هو اصلا موجود جوه الويندو؟ تعالى بقى نخش على ميثود موجوده جوه اللوكيشن، هقول له ويندو دوت لوكيشن دوت ريلود. بص بقى الميثود اختلفت ازاي، انا مش بكتب كده، دي بروبرتي لكن دي ميثود. هنا هقول له انتر، عمل ايه؟ عمل ريلود للصفحه. شايفين يا شباب الصفحه اتعمل لها ريلود، كانك دوست كليك يمين كده وقلت له ريلود.
كده دخلنا على object الويندو ودخلنا على object جواه وجواه طلعنا البروبرتيز اللي فيه وكمان استخدمنا ميثود منها. طب ما تيجي نستخدم ميثود تاني قبل ما نقفل الدرس عشان الموضوع عجبني. هقول لك حاضر. ويندو دوت لوكيشن دوت عندنا حاجه بقى غير الريلود اسمها مثلا ريبليس. ادي ريبليس. ريبليس دي بتعمل ريبليس للهوست نيم اللي فوق ده اللي هو اسمه 0.org بالموقع اللي انت هتديه له. هقول له مثلا https://google.com. هنعمل ريبليس للهوست نيم بموقع جوجل. فتح جوجل اهو زي ما انتم شايفين واستخدمنا ميثود تانية. مره استخدمنا الريلود ومره استخدمنا الريبليس. وبعدين في المستقبل هتعرف طبعا كل واحده منهم بتقبل بارامترز ايه عشان او ارجيومنتس ايه عشان تقدر تستخدمها والكلام ده كله. كده يا جماعه اتعاملنا مع اوبجكت حقيقي وعرفنا الحاجات اللي جواه والمفروض ان احنا متاسسين صح دلوقتي عشان ندخل نكتب اوبجكت بايدينا ونعمل فيه اللي احنا عايزينه باذن الله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشكركم على المشاهده واشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.